السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله. معنا اليوم قصة أختنا أم رفيدة، تتكلم عن قراءة سورة البقرة 4 مرات والاستغفار. نعم، هي لزمت سورة البقرة منذ 2006، لكن 4 مرات لربما قبل شهرين ثلاثي. نسمع شو بتتكلم وشو وجدت، ما الفرق بينهما، عشان لازم تعرف ما الفرق بينهما. ثم أدخل على أقفال سورة البقرة على قناة اليوتيوب، أقفال سورة البقرة 4، القفل الأول محمد حجازي والاستغفار، أو سورة البقرة القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع، واعرف ما هي مراحل، وسترى ما الذي حصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متتابعي بلغوا عني ولو آية على التيك توك. سنروي سريعا ما حدث معي. أنا أم رفيدة منذ 2006 إلى يومنا هذا. في 2006 كنت أعاني من ألم على مستوى الظهر، على مستوى الرقبة، وسعال جاف، وكنت بالحمل. فسبحان الله عانيت هذه الأعراض كلها، وعلى مستوى القدم كان هناك بروز لعظم القدم، وهذا يؤلمني بشدة، وطال ذلك طيلة 3 أشهر. فسبحان الله بعد متابعة في تلفزيون وإلى آخره، سمعت عن سورة البقرة وأخذها والأذكار، خواتم سورة الحشر إلى آخره. فأنا سمعت على أخذ بداية سورة البقرة وآية الكرسي وخواتمها مع سور أخرى، فقلت خلاص أنا أخذ سورة البقرة كاملة وخلاص. أول ما بدأت أقرأها أول مرة، بدأت أخذ سورة البقرة في جلسة واحدة، شعرت وكأني كل جزئي الأيسر اعوج، وذراعي الأيسر كنت لا أستطيع أن أحمله. فزحفت إلى فراشي وأتممت قراءة سورة البقرة كاملة وأنا نائمة وبصعوبة شديدة، وتكاد أنفاسي تنقطع من اختناق مفاجئ شعرت به، فأدركت أن هناك أمر ما يحدث معي. فسبحان الله أكملته ما إن أكملتها، وإذا بي وكأنه شيئا لم يكن. بدأ ذراعي يعود إلى حالته، ولساني الذي بدأ يثقل عاد طبيعي، والآلام بدأت تخف شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن زالت، ربما في أيام أو قرابة الشهر. بعد التحاقي مع أخونا محمد حجازي وبلغوا عني ولو آية، سبحان الله سمعت عن موضوع أخذ سورة البقرة 4 مرات والأقفال 4 وما إلى هنالك من هذا الكلام. لزمت الاستغفار، ومع لزوم الاستغفار حدثت معي أشياء كثيرة جدا. المطر كان بعد مرور أيام من الاستغفار، أيام كثيرة لم أعد أذكر الحقيقة هذه الأيام، كان العام الماضي، فنزلت المطر وكنت أنتظرها، وكان الجو جاف، يعني جفاف كبير في الجزائر، وكانوا قد نادوا لصلاة الاستسقاء، وخفت أنا أنه يأتي يوم الاستسقاء والله لم يمطرني بعد. فظللت، كان يوم الاستسقاء قد حدد بيوم الجمعة، فأنا يوم الاثنين كنت صائمة، أردت أن أجمع كل يعني أسباب ذلك. فسبحان الله ومستغفرة واستغفر واستغفر وأسأل الله، وعلى طول أروح وأشوف خارج يعني في ساحة البيت ولا يوجد مطر ويوجد حرارة شديدة. إلى الثانية يعني بعد منتصف الليل، فكنت في حيرة من أمري ولم أستطع النوم. فسبحان الله ذهبت، رأيت في سحب، في يعني الجو يعني سبحان الله لا يوجد، كأنه لا يوجد أكسجين من شدة الحر، والسحب أيضا ضاغطة، على هناك ضغط جوي. فعدت صليت ركعتين وسألت الله وقلت لزوجي فلربما أنا لم يقبلني الله، فإنها لم تمطر. فشوية وسمعت يعني رشرشة على النوافذ، عدت سريعا نظرت إلى الخارج وإذا بها تمطر، وصرت أقفز كالطفل الصغير، إنها تمطر إنها تمطر، وفرحة عارمة، ويعني وكأنه لسنا في بعد منتصف الليل. وعدت وسجدت إلى ربي شاكرة حامدة، وأرسلت رسالة أنه أمطرني الله. بعد مدة من لزوم الاستغفار تجاوزت 8 أشهر أو قرابة السنة، كل مرة أقول سأخذ سورة البقرة 4 مرات، ثم أخاف أقول ربما هجوم الشياطين سأتعرقل. لكن لا أخفيكم، قبل ذلك أخذت آية الكرسي لأني رأيتها في رؤيا، أخذت كنت أنام وأنا أستمع إلى سورة الإخلاص، لكن سورة البقرة كنت متخوفة منها. في أحد المرات قبل أن خلاص يعني أعزم على أخذ سورة البقرة، شفت رؤيا كأنه يعني هناك ماس كهربائي بيشدني بيرجني رجا، ثم بدأت أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقطع يعني ذلك الماس، يعني أفلتتني تلك الكهرباء. وفي الغد يعني أصبت بنزيف،
دام 12 يوما، هذا بالاستغفار. مرت الأيام وقررت خلاص أخذ سورة البقرة، وقلت إن شاء الله لا تكون الهجوم كبير جدا ويعيقني على الإجابة على تساؤلات الأخوات وإدارة هذه المجموعات 15. صار عندنا المجموعة 15، هي مجموعة فرنسا، منذ أمس فقط. فسبحان الله أخذت سورة البقرة وإذا بي يعني أشعر أنه ألام شديدة في ذراعي الأيمن، حرارة ترتفع من جسدي، وكأنه من نصف جسدي ترتفع إلى الرأس. هناك خيالات يعني تمر علي، وتخويف شديد، كأنه صوت داخلي يرعبني، وأنت سيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا، ويعني خوف شديد. فلكن استمريت والحمد لله. في الأيام الأولى يعني كان هناك يسر في القراءة، ثم الأيام الأربع أيام الأولى، الأربع أيام التي بعدها صار في هذا الضيق وهذا التعرق وهذا الارتعاش، وهذه أحيانا حرارة وأحيانا برودة، كأنها نسمات باردة مع ألم في ذراعي والتهاب على مستوى العيون. سبحان الله، هو المصاعب كأنها تشتد، مشاكل على مستوى البيت، وكأنه العالم كله يكرهك. سبحان الله، بعد مرور حوالي 16 أو 18 يوما بدأت الأمور تنجلي، بدأ اليسر في قراءة سورة البقرة، يعني صرت أقرأها في مدة يسيرة، وصرت أقرأها مرتين في جلسة واحدة، يعني الأولى والثانية في جلسة واحدة، ثم الثالثة والرابعة، يعني ما تيسر لذلك. وزال علي ذلك الضغط الذي كنت أشعر به، في ضغط كبير، متى سأكملها وسورة البقرة، وإنها صعبة وإنها طويلة، وأربع مرات ربما لن أستطيع إكمالها، ولكن الله يسر والحمد لله أكملتها. ما لاحظته بعد هذه الفترة، يعني أزيد من 25 يوم، لاحظت شيء غريب، مراقبة النفس ومراقبة الذات، وكأن صوت داخلي يقول لي احذري، وكأني مع أستاذ، هكذا عبرت عنها مع إحدى الأخوات، قلت لها سبحان الله كأن هناك أستاذ يسألني، وإذا أجبت بإجابة صحيحة يرفعني درجة. فبعد أيام تكون الأسئلة متطورة أكثر، وتذكرت كلام أخونا محمد حجازي، نعم أخذ سورة البقرة أربع مرات بمثابة تخصص، نعم بالفعل. أصبح ذلك الصوت الداخلي يقول لي ها، من المعطي؟ أقول الله، طبعا الله. هل أنت بتأخذي سورة البقرة مثلا فقط لأجل الراحة، لأجل المال، لأجل الشفاء؟ أقول لا لا، أنا أريد أن أخذ سورة البقرة لأجل الله. ثم صرت سبحان الله، حتى عندما أقول، يعني مثل ما قال المولى عز وجل، وأن أنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، صار هذا يحدث في الحوار الداخلي. أخذ سورة البقرة، أبدأ أقرأ أول مرة وأقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا سأبدأ، ولكن بمشيئة الله، الله إذا أراد أن أكملها سأكملها إن شاء الله، الله سيعيني. يعني مراقبة حياء شديد من الله، لم يكن هذا في الماضي، كنت أقول نعم وبإذن الله وكذا، ولكني لم أكن بهذا الإحساس الذي فيه هذا الورع، وأنا لا، إن شاء الله لا أزكي نفسي، هذا الورع شيء يعني أخلاق، صارت أخلاق عالية في التعامل مع الله. نعم هو الله، أتممت سورة البقرة مرتين في جلسة واحدة، هذا بفضل الله، أشعر بامتنان وبانكسار وبخضوع، لأول مرة أشعر به خضوع في عزة، والله يا إخواني، خضوع، قمة الخضوع في قمة العزة، وكل ما زاد ذلك الخضوع كل ما زادت تلك العزة. أرجو أن لا أبكي، لأنه هذا الشعور من عرفه يعني سبحان الله لابد أن يرق قلبه، ولا بد أن تدمع عينه، يعني لما فرطنا في هذا القرب من الله. عندما تعرف الله ستتألم لما أضعت من السنوات وقد فرطت في القرب من الله. قرب عجيب، قرب لذيذ، قرب طعمه مغاير تماما على أي فرحة أو سعادة أو قرب أي كائن مكان. الله فعلا مثل ما يقول أخونا محمد حجازي، يغار على عبده. كانت تأتينا، أذن الله، بالضربات تلو الضربات والعقاب تلو العقاب، لأنه يحبنا جل في علاه ويغار علينا. فلمست هذا الحب. الله يا جماعة صار يكلمنا من خلال سورة البقرة، أخذوا سورة البقرة أربع مرات وألزموا الاستغفار. بعد لزوم الاستغفار كما بينا أخونا محمد حجازي، بعد أخذ سورة البقرة أربع مرات وقطع شوط معها، سيكلمك الله، ستشعر أن الله يكلمك،
وأن الله يؤدبك، وستشعر بالأسف على كل ما فرطت من لحظات وسنوات حياتك وأنت لم تعرف الله. يا مسكين يا مسكين، لقد فرطت في معرفة الله، فأعرف ماذا فرطت. فرطت في كنز الدنيا والآخرة. السلام عليكم. نعم، 4 مرات هي لربما 2 شهر، 3 أشهر هكذا، مش أكثر، ربما 4 أشهر، مش كل الوقت. جزاكم الله خير، هذا سيخرج كل الأسعار التي فيك وسينقلك إلى القرب إن شاء الله، إلى معرفة الله بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا كلام أقفال سورة البقرة على قناة اليوتيوب محمد حجازي، وأقفال سورة البقرة 4، 1، 2، 3، 4. اخرجوا هذه الدروس واسمعوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.